بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات النباتية، طبعا أخذت هذه الورقة من أحد الأشجار ودرست الميكروبات والطفيليات المتواجدة في الورقة، كونها يعني ورقة يوجد فيها نوع من أنواع الأمراض، عبارة عن أمراض في الأنسجة الخارجية والأنسجة الداخلية، وتختلف من التهابات إلى أمراض فيروسية إلى أمراض فطرية إلى أمراض بكتيرية إلى أمراض ميكروبية أخرى، لأن الميكروبات لا يقل عددها، أنها يعني تصل عددها حوالي أكثر من ملايين من الميكروبات. كل ميكروب ممكن يسبب نوع من أنواع الدمار الخلوي فوق الأنسجة، سواء كان أنسجة حيوانية أو أنسجة نباتية. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. المحبين دراسة النباتات، أنا أنصحكم يعني دراسة علم الأمراض النباتي، ممكن تلقون أمراض كثيرة جدا في يعني الأنسجة النباتية والأنسجة الحيوانية أيضا. وطبعا ما راح يتم في هذا الدرس تشخيص الميكروبات، لأن ذا في درس موسع ويحتاج ساعات كثيرة جدا تحت المجهر. طبعا أنصحكم يعني لمحبين موضوع بحثي يعني يختارون بحث علم الأمراض النباتي، ممكن تلقون يعني مراكز كبيرة جدا من التجمع الميكروبي في هذا المناطق. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وطبعا كل نبات تختلف ميكروباته والأحياء الدقيقة التي تعيش فيه، وإن شاء الله راح نعرض لكم يعني دروس متقدمة في هذا المجال في تشخيص البكتيريا والطفيليات والميكروبات المتواجدة في هذا الموضوع.